حاجات بتقابلك يعني وانت في السباقات دي صعوبات؟ عايزة اكتر حاجة غير الحريقة دي عرفناها، اكتر حاجة صعبة اتعرضت لها ايه؟ اتقلبت ده لعلمك. الحريقة دي كانت اصعب، كانت اصعب من القلبة. اقول لك ليه؟ لان دي كان في حاجة ممكن تحصل، كان كارثية، لان البنزين ده ممكن يولع عربية كلها تنفجر. فدي صعبه جدا. الموقف اللي انا تعرضت له ده لو ما لحقتوش كان ممكن تحصل كارثه. القلبه عادي، انا مجهزه لده، عندي ولا حتشه، ما فيش اي حاجه. السكس بوينتس الحزام بتاعي، عارفه الكراسي بتاعت الاطفال الجراكو؟ هي كراسي السباقات مربوطه من كل حته، كراسي السباقات بتبقى شبهها. فالكرسي معمول بماده قويه جدا يحميني، وظهري مفروض عليه فهو امان. بلس ان عندي حاجه اسمها رول كيج جوه العربيه. فانا العربيه معموله عشان تتقلب. بصوا لا واخدين بالكم بتقول ايه؟ العربيه معموله عشان تتقلب عادي. ده حقيقي والله. ده انا لو العربيه عومت في النص كده ده قلبي يقف. مفيش سباق بنخشه لازم هيحصل حاجه، حد عربيه يعني، عارفه ساعات العجل يبقى على عجلتين. العربيه تبقى على عجلتين يعني. يعني لازم، وحد ممكن يتقلب عادي، زميلنا ممكن يتقلب، دي حاجه عاديه جدا. طب واتقلبتي بقى وخرجتي منها عادي؟ يعني بتتقلب وتتعدل ولا هي مقلوبه؟ هي انا كنت محظوظه جدا. القلب اتقلبت ورجعت تاني وعادي، وجم الانقاذ بتاع الرالي طلعونا وودونا ما تعقدتيش. طب يعني قولي انت ما بتخافيش على نفسك؟ لا بخاف على نفسي طبعا. اهلك وعيلتك وازاي تقبلوا ان رانيا البنوته دي هتروح وتعمل سباقات والعربيه هتتقلب وهيحصل؟ لا هم ما يعرفوش، انا ما كنتش اعرف نفسي ان العربيه هتتقلب يعني، عارفه. بس اول ما اتقلبت ورجعت لزمايلي في الرالي، مبروك اول قلبه، انت كده خدتي الفاكسين بتاع الرالي كده. انت يا شيخه ده احنا مقلوبين ثلاث اربع مرات، انت لسه شفتي حاجه؟ ومع الوقت لقيتهم فعلا بيتقلبوا وعادي الموضوع عادي جدا. قولي لي السباق بياخد وقت قد ايه؟ يعني الرالي اللي احنا شايفينه ده وقته قد ايه؟ ديوريشن قد ايه؟ لا ده كذا يوم. كذا يوم. اول يوم بيبقى ريجستريشن، الناس بتروح بقى تفك شنطها وتروح تعمل الابلكيشن وتاخد حاجتها وبعدين السواقه مده قد ايه؟ ده انا هدوم 3 ايام. خلاص تاني أوكي. يوم بيبقى برولوج. الناس بيبقى سباق، بس الناس بتبقى شايفاه، احنا بنعمله عشان سبكتيترز، عشان الجمهور يبقى متابع ايه اللي بيحصل. احنا بيهمنا جدا ان احنا بنبقى انتراكت مع